صدق يا عباس ان هذا سعيد اخو حسن راعي البنايه يا اخي، طلع الشهم ترى، طلع ريال والنعم فيه، طلع ريال صاحب موقف مثل ولدي محمود. ولدي محمود شهم وصاحب موقف بعد. اسمح لي عباس، ولدك ما صاحب موقف لانه ما عنده موقف سياره. ما حلوه عمي، ما حلوه. وايد حلوه، وايد حلوه يوم تنقد. كنا المدري اللي حاطنا تحت هاي النتفه. ابو احمد، سؤال يطرح نفسه على طاوله البحث، يعني ليش هو سعيد عطاك الموقف مالي مال سيارته مالي؟ ليش عطاك؟ والله سؤال وجيه، وجيه جدا، بس يعني يمكن لانه يحبني. كيف يحبك يعني؟ كيف يحبك؟ فسر اشوف. شو بعد افسر؟ كيف يحبك؟ ريال يحبني، اعطني موقف على السيارة. تحسدني انت يا عباس. قم بي قم قم افتح. قم اشمعنى الحين كمكي كله والظامة حدك، والظامة حدك، قم الحين. شوف لا بس تو ترى شو هداد بيبان الا. وياي انت بعد. هلا. صدق تقول لك كنا نطريك. وش حالك يا سمعة؟ يمعة يمعة اقول لك انت خبيل وش؟ دش على صن الكف على وجهك، دش. مرحبا مرحبا. سلم عليكم. مرحبا مرحبا. عليكم السلام. يا هلا غريب. يا هلا مرحبا سعيد. ايلس ايلس خلى السلام ايلس، بس كم مرة بسلم بعد؟ والله. نعم الرجال ايه. اهلا وسهلا. حيا الله من يانا، يا مرحبا سعيد. يلا حبيبي. شو اخوي تشرب؟ وعمرك طويل يا عمي. الصراحة ابغي اشرب عصير شربات. شربات؟ ايش حق يا اخوي مبحلق عيونك؟ شربات عصير؟ شو عصير شربات؟ ها قصدك شربة فيمتو؟ لا 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 ابو احمد، لا قصدي الروح افزع. روح؟ روح روح افزع. وين اروح انت الثاني؟ اروح وين؟ يا اخوي شو تبغي تشرب؟ خلصنا منه هذا. انا الصراحة يا عمي ابغي اشرب عصير الفرح. وازع فرح، وازع شاك حجك الفرح، وازع بعد. قلبي هاس هاس السادس كان ياكلني اكل. بو احمد عصير فرح ها؟ اتا بابا اتا روح افزع ريال شطولة عرزة شلب هالكبر تقول سكان سيكل. اتا روح افزع انا هاس بابا، انا صاير ها. هذا الاجتماع مبين وراء بلوى. عباس فضحتني. عباس في امان الله ابو احمد. عباس في امان الله. عباس روح عصير تهنى فيه ها. تطرز عليه تقول الشرب. مع السلامة. استغفر الله العظيم. استغفر. وش بلاه عبيس طفران؟ عبيس عبيس بعد يا سعيد. عبيس طفران شو تسوي؟ هذا دوما طفران يا اخوك. ما عليه ما عليه يا اخوي سعيد، الحين ان شاء الله ترانا بنذبح وبنسوي هيك العزيمة الطيبة، وتكون انت ان شاء الله اول مدعوين حق هاي العزيمة عشان السيارة الجديدة. لا لا العصير هب عشان موضوع السيارة. طال عمرك يا عمي، هو عصير الفرح يعني ابغي املك. بان المستخبي. يعني انت حين عشان عطيتني موقف السيارة مالك انت جاي تخطب بنتي؟ هذا تفكير شيطاني. فعليك فعليك. لا بس طبها طبها من السالفة طبها. هاي عمي حشبوك كليت وميكل احرجيت الريال هاكود قطع ويهو. انا كليته كيك ميكل احرجيته. والله نعم. شوفوا سعيد انت انحرشت ابوي. هي والله انا شفت ريجي بس ما ابغي ازعلك عمي. يا اخوي يا سعيد شو اقول لك، انا الحقيقة يعني انت والنعم فيك ريال والنعم فيك، لكن محمود ولد عباس ايران هذيل طالبين البنت قبلك، وانا يعني صراحة كنت اعطيتهم موافقة يعني ف والله ما ادري ايش اقول لك. اشو محمود ما محمود؟ لا يعني يا عمي انا عندي عمارة وهو ما عنده عمارة. لا 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 يا ولدي لا، ما بكل شيء البيزات طال عمرك. عمي انت تباراي مع القلابي؟ لا. سوى بينهم مبارزة وخلهم يتدافنوا وقبض كل واحد سيف، واللي يفوز يتزوج بنتك، شو رايك؟ يا اخوي انت اشتم، ما ابغي اشتم، ما بزي عقب الفطور خلق الله طالع انا واشتم هذا الوي ما ينفع. يا اخوي انا بنتي قالوا لك انطوانيت هنري الرابع عشر عشان يتبارزون عليها. وبعدين اسمعني يا عمي،
أني يتعطول، ترى أنا ريان أطول عنه، وبعدين محمود هذا إذا تزوج بنتك ها؟ أحفادك شقب يظهرون، إلا شرات عباس يابسين كذا. هي صدق عمي محمود ضعيفون، هي هذا في غمازات، هذاك سوكة سوكة تقول حبة عسل طبة 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 ما أحلو ما أحلو طبة. وبعدين يا عمي أنا عندي كاين، وهو شو عنده؟ إلا دهاتسو. هي عمي هذا جريء وما يخاف، هذاك اللي يطرش عباس يطرش قولي خلني يزول له مش بابه. هن عم يا عمي، وبعدين بعشيك طال عمرك لحوم وشحوم، محمود هذا شو بيعشيك الا فالوده وذاك شو اسمه مشاوي، لا الله باسمه مشاوى. شو بلاكم شو ياكم استلمتوا الولد؟ شو فيكم وشو شحوم ولحوم ومشاوى؟ تراكم في المشاوى وما المشاوى؟ لا 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 يا سعيد لا يا ولدي، لا عيب عيب، محمود انا احبه، محمود ريال والنعم فيه، محمود ريال مصلي، نعم وانا رجل معجب فيه الحقيقه. تبغي الصدق يا سعيد؟ يعني انت ريال فيك الخير والبركه وابن حلال وطيب، ومحمود كذلك ريال والنعم فيه. والله اني انا احترت ما بينكم، ما اعرف شو اقول، انت ريال والنعم وهو ريال والنعم. كراي عطني بوي شويه، عطني يعني مهله افكر وارد عليك. دلنا هذا على محمود، محمود منو هذا محمود؟ يلا خير خير ان شاء الله، برايكم عيل. وسلموا على يمامه. يمامه؟ يمامه من هي؟ هذا عيوزكم اللي داخل. عيوزنا ضبابه؟ ايه يا اخوي ضبابه، وين جبتنا يمامه؟ يمامه وين وضبابه وين؟ ضبابه ضبابه، هاي ضبابه اسمها. شوف اذا انا ما بيوزك بنتي والسبب نسيانكم هالاسامي يا اخوي، انتوا عائله ما بعرف انا شو اقول، افتكينا من اخوك حسن ويت انت، انتوا شو ترسون لسانكم غلط تركي شو هذه ضبابه استوت يمامه، يمامه محلاها ضبابه. ابو احمد انت لازم تبدل قناعاتك في اسلوب المواصلات اللي عندنا داخل البلد، ما شاء الله اسلوب المواصلات الجماعي تطور الحين، عندك مترو عندك باصات مع المواصلات طبقين يا ابو يريا. اي صحيح صحيح يا عباس، حتى عندنا مواصلات مع الخور تكاسي الخور في البحر ما شاء الله. بس شوف عباس يعني انت بعد لازم قناعاتك تكون ثابته ان في شيئين ما يتغيرون عباس، شيئين عندنا في البلاد لا يمكن انك انت تستغني عنهم ابدا، التليفونات والسيارات. تقدر تستغني عن السياره ولا تقدر تستغني عن التليفون؟ سبحان الله مرض العصر. بس انا عاد لازم افتك من الهمر هذا، افتك من البليه، فانا ما شيء الا اني اعطيه حق النسيم، يستاهل النسيم خلي ياخذ السياره. يلا وامد انا بعد اقول لازم تبدل قناعاتك شويه ها في الاستراتيجيات يعني. كيف انا اقول لك كيف يعني الحين ابو احمد؟ شوف فكر زين، الهامر مال جيش امريكي. نعم. انت اذا يعني ركبت الهامر معناته انت تعاونت معهم ساعدتهم يعني، وهذا خطر. عباس عباس صدقت ما حد بيوديني بداهية الا انت عباس. عباس اذا 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 اذا, إذا شلوا عجوب غريب من تلفزيون دبي انت السبب. بتوهق. عباس ذبحتني يا امريكا انت. ايش لك يا اخوي؟ صار لك ساعة ما رشف لسانك ما تعب يا اخوي، انا ماخذ سيارة، ايش لي اساعد امريكا واجامل امريكا؟ ماخذ سيارة انا اول واحد اخذ سيارة، ذبحت يا عباس. بس يا اخوي اسكت اسكت. ابوي نعم يسلم عليك صبران بديت خشمة ويقول لك يبغى الهمر يجربها في العزبة. والله عاد انت تفدي خشمة على هواك، هذا عند ابو شنب ما قدر يسوق ذاك اليوم كسر السيارة، انا لا ما بعطيه يكسر سيارتي. يعني شو يعني؟ تباه يقول عنه بخلا؟ يا الله بالستر، اعطاه السيارة ولا ترد، شو هذا كذي تباه يقول عينه بخلا؟ خلاص خلاص فكونا، أنا بوش بغيتي تاكلين بوج، استحي على ويج، خلاص بنعطيه بنعطيه خلوه يجي ياخذ السيارة بكبرها. أمي لا تنسين تذكرينا يجيب لنا تشامي الله يخليك. ويقط بعد. وقولي له خلي يجيبها بيده بعد حليب النوم ومحومض. وما تبونه يجيب لكم العزبة بكبرها هني؟ أصلاً هذو وصل. وصال الله على قصيدي اذا هذه ما بتفقه ويا البدوي. نعم مرحبا مريم ايش حالك؟ السلام عليكم ايش حالكم؟ يا مرحبا حيا الله صبران، هذا انا جايب لكم الشامي وجايب لكم اللبن. ها ما شاء الله عليك ما تقصرتي بالطلب من غير ما نقول لك. ابوي سويتش السياره مال الهمر. اوه صدق بخبرك، ريتهم تحت توهم يشلون الهمر بوينج، قلت لهم يا جماعه الخير ريال فوق
ما نخبره، قال يا طب يا ابوي احنا هذا موجف هني بنشله شلوه. الهبط شلوه بولج؟ وش حقه؟ هل انا نوقف سيارتي في موقف صحيح، موقف رسمي، موقف نظامي، ايش حقه يشلونه؟ انا تنشدتهم تحت، قالوا موقف في باركن، والباركن هذا راعيه من 6 شهور ما دفع لهم درهم واحد، ويا وشلوهم مره شلوه يدبري له مسكين الهمر اني غمضني يوم شفته. لا لله وانا اليه راجعون. انا ما ادري والله من اللي داعي علي، انا ما ادري هالسياره هذه انا من اخذتها ما ترقعت يا ابو خلاص عاف الخاطر، والله طاب خاطري منها. ما تباها؟ لا لا اباها، تباها فيها 50,000 وقعودين وكرتون صلصل ويونيتين عيش وطحين مال الحكومه وبيمسح. شو جايب روشن مال رمضان؟ انزين تباها فيها 2020 قعود؟ 20 قعود؟ تشوفني انا قدامك معاذب للارطه؟ بس ينفع كده؟ ينفع؟ ايه يعني صبران ما جاش لحد دواكيت. يا الله شي دخلك انت؟ شي دخلك في الناس؟ انت ليش كذي؟ انت ليش ترز نفسك؟ انت كذا مره قايل لك من تشوف اثنين تيجي ترتز بالنص بينهم عيب. السلام عليكم. مرحبا مرحبا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شو الحال؟ ايش حالك انت؟ بشرني طمني. ابشرك بعد شو ابشرك؟ سياره وظهرناها. احسن. جزاك الله خير، الله انك كفو يا نسيب. وبيزاتي؟ بيزاتك اول شيء انت تنشد عنه، الا البيزه. قبط هاي 200,000 قيمه السياره. افا 200,000؟ حرام عليك يا صبرا، انت تعرف قيمه السياره كم يا اخوي؟ كذي انا خسران. بابا ما تقول الحمد لله زين. 200,000 نسيبك يستاهل صبرا، يستاهل بابا. عطا شو عطت شخصك انت؟ عطت فايده بعد عباس. لا بس زيدني 50,000، ترى انا عمك واستاهل، تراني خسران يا صبرا. خلاص يا سي غريب خلاص. سي صبرا رجل طيب، وبعدين نسيبك يا اخي ما تدقش. شو سالفتكم انت؟ ما تدقش وما تدقش، انت شو يخصك؟ وانت شو يخصك انت؟ ايش حاجه تدخلون بيني وبين نسيبي انا؟ صبرا أنا بس عندي أمنية من زمان يعني، ولو إني يناقض يعني توجهاتي بس أحبه، علشان يعني خاطري أركب الحمر وأقطع داخل البر، لأن الحمر سنمكلم مثل الحمراوي يقرب وايد من الأهلاوي. أنا عشان قلت أهلاوي غيارا فيك بغير لونه بسوي عيناوي. بنشرت وايره. وين يا والنبي يا سي صبران؟ الله يخليك، كانت امي الله يرحمها الله يرحمها كانت نفسها تشوفني وانا راكب الهمر ومتصور جواها. ايش هالخراطه هذه؟ تبغى تركب الهمر عشان احمراوي وانت امك الله يرحمها تعرف الهمر؟ يا تخيلك يا نسي، تخيلك انك ما تقصر خاطر هيال الاثنين هذيل، احبهم ربعي جماعتي هذيل، اباك توديهم عراجيب البدع هناك وتركبهم الموتر وتونسهم وتراويهم هيك الرمله الطيبه وتراويهم كيف الهمر يوم يرقع فوق وينزل تحت. ها دخيلك طالبنا مقطلبه انك توديهم على الخشم هذا في العين يتوصفون بسواقة الرمله يوم اللي تبالهم حواطه رمله. علي رفجه اني اردهم لك طيبين الخاطر. لا اله الا الله، لا اله الا الله. بخبركم يوم وجهنا عند باب البنايه وقدام نسيبي ما قلتوا لنا ان بنسير الرمله، ان بنسير العراقيب، واللي امه تتوهم تبى تركب همر، واللي امه ما ادري شو. انا براويكم اليوم هاي العراقيب يود. تراني بعدني ما جاب الدنيا، انا هب سياره بس مو بكذي السرعه، شوي شوي. يلا خليك، انا اعرفك داخل عيني يقولون وايد تسوق فوق عراقيب. شوي شوي هون انتم بوكم تبون حق عماركم، ما بنتوا قايلين لي نسير النقيان ونسير العراجيب؟ ها بنت رامس وقايل انت وخويك؟ لا غير، انا بادبكم الليله، انا بعلمكم السنه انت وياه. تقبضوا تقبضوا.
صل على رسول الله، صل على رسول الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. شوية شوية الله يخليك يا صبران. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا رب يا ساتر. يستاهلون، نعم يستاهلون، عشان يتأدبون دواهم يعلهم الروع. وحليلك يا عباس، عيال غدا ويهي شرى ليش خلي أصفر وكأني تقول دياي راد منها بوقريف وسط يبس الصق يدو. قال لي صبران خض خض فوق بودهم في ذاك الهمر، يقول ليش نزل عطية عيونه مبقى هالشكل، والتم يقول ليش يمشي شراد البطة ويزاوي على الله يلقعه. صدق غريب، نسيت أقول لك، ترى اليوم أخذت من ال 250,000 درهم. وش حقة؟ وش حقة تأخذين 50,000 بالمئتين؟ بأبر بنوت تأخذين 50، وش حقة؟ ليش؟ لحظة يا دوترة، شو قالت لي؟ قالت لي غريب دوم في قرادة، وهاي القرادة ما بتصير عنا ليوم تتصدقون. يعني أنا في قرادة تتصدقون ب50,000؟ الناس تتصدق 1,000، 2,000، 3,000. يا ابوي انت حيدك عاقل، ايش حق الخسر هذا؟ ليش ابوي؟ هذا كله في ميزان حسناتك والمصلحتك يا غريب. اي مصلحه؟ بارك الله فيك، تتصدقون ب50,000 ليش؟ انا منو؟ انا غريب الغش وحليلي، مو بغريب وناسيز. قومي قومي هاتيم قومي. من وين اجيبهم يعني؟ انا اصبر بخبر، انا ترى سرت المول هناك حصلت ركن مال تبرعات. شو سويت؟ سرت احسب انت على يديك، جبت 15 ورقه حق المسايب، 20 ورقه حق المدارس، و15 ورقه حق كفاله الايتام، و100 ورقه حق الطوايه. وانا اليتيم بحد شفتي كفلدي؟ بحد كفلدي انا؟ يعني هذاك الطوي يحطونك انت ويدك وياك، كان ما وراكم الا الخسر. ابنت فيني ترتي. نعم يا سيرياك. وين بتصير وياي؟ وين بتصير وياي انت الثاني؟ ساير اتيدد، بصير الحمام، بتي وياي الحمام. عمي شروكينا زعني الشكل كله ما يدانيني. اندوك يمعه الوازع الديني، الايمان ماشي طال عمرك. هي والله يا عمو ما شاء الله عليك الصراحة، امسوية مية طوي يا بوش، بنقذرهن اخاف الناس تطيح فيهن. والله العظيم. كسرني تبتقني جسمي احمد. ها بتركل بالهمر ولا شو؟ توبي ابو احمد، توبي توبي، شافيت موت همر داخل همر. شافيت الموت الهمر داخل همر. ها اقول عباس، بعدك تحب اللون الهمر؟ والمودري ابو احمد نس نس. أنا يا سي غريب، والله بقالي 3 أيام بطني مقلوبة. والله وحس إني برجع ونفسي مسدودة، وتظهر إن أنا جالي اللوز. جاك اللوز لما ركبت الهامر. عشان تتوبون مرة ثانية ما تتدخلون بيني وبين نسيبي. السلام عليك عمي. وصل. مش حالك؟ مبروك عمي، مبروك. مبروك على شو؟ ما شاء الله عليك، صافطن هالمخالفات مال همر كلهن. قلت بعد دريول. قلت انا انت اصلا ما تجيب شيء، ما عندك بشاره طيبه، لو تقول مبروك وراك مشكله. شو مخالفاته؟ ترى الهمر عند صبران. صحيح عمي، بس الملكيه بعدها باسمك، عشان كذا المخالفات جات عليك. لا
ابو احمد توك زهق علي ها؟ قول لي يما قول لي شو لون المخالفات ها؟ شو لون خبره؟ احمر، اخضر، اصفر، ابيض، قول لي لا زهق علي. انت ما يخصك في نسيبي لا تقول له شيء وما يخصك في المخالفات هذه انا اتفاهم ويا صبران عمي انت حرامي ويش شو الحين هذا ترى ود عمي بعد ما يهودي بارك الله فيه ايه ما بس ينقص علي انت تعرف كم المخالفات اللي علينا 7500 درهم هي ونص الرادار والباقي عافت فيه ارصفه قال انا انقلع انت ما يخصك هذا اللي بيوهقني يا اخي شو هذا حرامي ما حرامي كيفي انا ونسيبي بنتفاهم انت ما يخصك ان شاء الله اسقف ان شاء الله قتلتني يا النصاب صبران ابوك يباني بسيرة طالع شيبه وبي لا تتاخر عندك ساعتين ونص بس انا ابو ساعتين محاسب هو مرحبا نسيب يا مرحبا يا مرحبا صبران يا زين والله يا حي الله صبران حرامي حرامي يا مرحبا صبران طال عمرك انا داوي اشتري لي سياره جديده بالبركه بالبركه يعطيك خيره ويكفيك شره هي لكن انا طال عمرك علشان اشتري سياره جديده يبعي يقول لي لازم السياره الاوليه تبدلها يقول لي يعني شوف لك حد يعني تسجل السياره باسمه وقال لي صبران نسيبك يا ريت بعد انك انت تسجل السياره باسمه الاوليه الحمر تبون تقصون علي انت تحيد ان الرقم في خاطري يلا على صبران لا تستوى هكذا هذا عمك بعد شروكين انت تبى تفكر هالشكل الحين انت تبى تاخذ الرقم الرباعي المصفف وتخلي عمي غريب يركب رقم نقاله وش رقم نقاله ايش شيء نقالة هاي مال مرضى في أرقام نقالة نقالة عمي وش فيه نقالة نقالة بعد هاي نقالة نعرف نقالة مال الإسعاف نقال مال المستشفيات لا الفهم الحرامية شاحنة شاحنة هالي شل تراب نكا نجالة وا نجالة كما إلا كما إلا إيه ما تخبرك يا معه انت حد قال لك انك متعرض شو تبابة النسيب كريم وبيعطيني شو تبابة تقول نقالة وما نقالة تصدق يا النسيب أنا من خدت هذا الهمر وأنا ما بترجع لوتي شو هذا فأقول لك يعني ما تملي شيء ما تملي شيء حتى الرقم بيطير عني يا أخوي هيا القلي واصل وسنب الرحمن واصل واصل أنا ما عندي خلاف طال عمرك لكن أنا بالحين نسير المرور نسجل الهمر باسمك تم أفع عليك قم الحين بنسير وبنحاول مرة ما تعزينك غريب ابغى اعرف نعم. شو السالفه ليش مخالفات الهمر 7000 درهم والقوم 7000 درهم غلامين تبون تضحكون علي سدوهن يوم تخلصون خبروني عقب بنصير نحاول اما ضحكه ما بتضحكون علي الا تقولين مريم هاي توالفت انا وانت بعرفك كذا بخير انت وين طرعتيني؟ انت شحق طرعتي على الجملة هاي؟ انا بوش تشحق مضرة تقولي لي كم طوي حافرة ثواب؟ الحمد لله 100 تقدرين تحفر لي طوي بعد واحد ثاني يكون عمري داخل وافتق منك ومن شرك ومن بلاويك؟ يمعش السالفة؟ عمو ما عليش منه هذا ما يدانيش ولا يحب ليش الخير ومثل ما قالت ليش يدوتي عمي غريب دوما مقرو دواء